مش عاوز اتجوز ليه كده بلا جواز ولا بتاع كده الواحد يبقى فري. والله انت عسل يا عم. الله يبقى فري. انت تشفري. انا فري. لا انا متجوز. متجوز وعندي اولاد. كده بتوقعني. فري. انت هتوديها الضحيه. متجوز يا عم محمد. يلا ربنا يديك الصحه. بس انت مش متجوز لان انت مش لاقي زوجه جديده مناسبه ولا انت؟ لا انا مكبر. انا شلت الموضوع من دماغي خالص. ليه؟ انا اهم حاجه ابقى قاعد في وسط اهلي واخواتي وعيال اخويا ومش عارف ولا جواز ولا وجع دماغ والحمام والكلاب. قفلنا على كده يا عم. قفلنا على كده يا عم الحاج. مين لحد دلوقتي بقى بيسال عليك بقى وعلى علاقه كويسه بيك؟ على علاقه كويسه معايا علاء مرسي، احمد بدير، احمد بدير، فتوح احمد، محمد الصاوي، جمال اسماعيل، كلهم عشان ما اقولش اسماء تاني عشان ما فيش حد يزعل بالاخر. انا ما بحبش اقول اسماء عشان ما حدش يزعل. احمد ادم بنسى حبيب احمد ادم. نجوميه خبطت. ما تقعناش انت في الغلط بقى. لا مش بس انت عملت فيه مقلب ابن لذيذ. صدق اللي انا هبص وانا نازل هوقعك. لا مش هتقدر. من على السلم مش هتقدر. بيجي لك حمام من بره؟ الله اعلم حسب بقى. بيروح منك حمام؟ راح مني كتير. فكرنيش بقى. كريزر ده ما انت عارف اهو وتقولي بلال هو اللي عارف. ده كريزر. بص بص انت عامل لها ايه دي؟ بص بص الدبل. يا سلام. كاتب عليهم اسمي وارقام التليفون. لا بجد؟ واللي بياخدهم يعني على اساس ان هو هيتصل بيك تاني؟ بيتصل. واذا ما اتصلش؟ هتتصل انت؟ هتتصل ليا انت. خد امسك الكارت. خد امسك الكارت انت. ورينا ورينا ورينا. ده مراسله. مراسله؟ اه ده بتاع الجوابات. ايوه.